تجري مديرية التربية والتعليم في محافظة إدلب الآن العملية الامتحانية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي بالرغم من كل الصعوبات التي تواجهها، وعلى رأسها الوضع الأمني حيث الاستهداف في المناطق الجنوبية ولكافة نقاط المحافظة، وأيضا أن العملية الامتحانية تجري بكوادر تطوعية، إذ أن العملية الامتحانية غير مدعومة ماليا من أي جهة أخرى، وتم إلغاء المراكز الامتحانية في المناطق الجنوبية الأكثر استهدافا إلى مناطق أكثر أمنا ونقل هؤلاء الطلاب إلى تلك المراكز. بلغ عدد الطلاب المسجلين لهذا العام وبازدياد واضح عن السنوات السابقة، بلغ عدد المسجلين 25,950 طالبا، ويتقدم الآن بلغ عدد المتقدمين 21,400 طالبا وطالبة. هو أجواء الامتحانات يعني كانت الأسئلة صعبة طبعا، لأنه في يعني اجت مواد سهلة ومواد صعبة، يعني هلا مثل مواد الجغرافيا والتاريخ اجت الأسئلة صعبة، وحتى العربي كمان كانت صعبة ومو كانت سهلة يعني الأسئلة، بخص الموضوع إنه وجا يعني ما حد متوقعه يجي وجا، إيه ويعني الحمد لله قدمنا منيح وإن شاء الله يعني نتفوق نطلع من ناجحين. نحن رغم التحديات وجو ما كان مناسب ومن خصف وطيران واجهنا كل التحديات وقدمنا امتحانات ومهمتنا أنه ناخذ الشهادة. على الرغم من الظروف الأمنية السيئة التي تمر بها محافظة إدلب من قصف ونزوح، إلا أن الامتحانات تجري بالموعد المحدد لها وسط إقبال ملحوظ من قبل الطلاب هذا العام. هاشم العبدالله، أورينت نيوز، ريف وإدلب.